إنها مدينة القدس ومسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. لشهر رمضان المبارك نكهة مختلفة ومميزة هنا. 100,000 مسلم حرصوا على الحضور إلى هنا في أول جمعة من الشهر الفضيل، والتي صادفت أن تكون أيضاً في هذا العام اليوم الأول من الشهر الكريم. دعاء وصلوات لم تسلم اليوم ككل يوم من الرقابة والقيود الإسرائيلية. الجندي الإسرائيلي كان حاضراً بين الجموع المسلمة. وفق الشروط الإسرائيلية يمنع أي شاب يقل عمره عن 40 عاماً من دخول باحة الأقصى، ما معناه أن من حظي بفرصة للصلاة وللدعاء في الداخل هم فقط المسنون والنساء. هذا مش كلام ولا إنكار حتى. الشباب وقفوا في الخارج، بحثوا عن زوايا قريبة من جدران المسجد وفي محيطه لأداء صلاتهم ولرفع دعواتهم الأولى باسم هذا الشهر الفضيل. أحوال فلسطينية لا تختلف كثيراً هنا في غزة. لا قيود مباشرة من الجنود الإسرائيليين، إلا أن القطاع محاصر اليوم ككل يوم بقيود الحصار المفروض عليه. غزة، القطاع الذي يعتبر واحداً من أكثر المناطق اكتظاظاً في العالم وأكثرهم فقراً، أقام أهله صلاة الجمعة بخطب ودعوات للخير. عسى هذا الشهر وهذا العام يحمل لهم ولأطفالهم أياماً أفضل وأكثر سلاماً. دعوات مماثلة جمعت المسلمين في الأقطاب كافة، تختلف اللغة ويبقى المشهد ذاته. هذه تركيا، وعشرات الآلاف من مسلمي عاصمتها توافدوا إلى مساجدها لأداء صلاة الجمعة. إجماع إسلامي لم يكتمل في أكبر دولة إسلامية في العالم، إندونيسيا. هنا الطائفة المحمدية فقط اعتبرت يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان، ما معناه أن عدد الصائمين يوم الجمعة هو 30 مليون شخص، أما ما تبقى وعددهم 190 مليون شخص فسينضمون إلى الصائمين يوم السبت، مثلهم مثل مسلمي عدد من البلدان الآسيوية والعربية.